طيب، فرحتنا بانتصارات الأهلوية هذا الأسبوع وبأبطال الدوري لا تنسينا نعي واحد من أبناء الأسرة الرياضية، الحقيقة واحد من نوابغ الكرة المصرية والرياضة المصرية، المهندس إيهاب صالح توفاه الله بعد رحلة صعبة مع المرض أقعدته طويلا الحقيقة، وابتعد عن الساحة الرياضية بعد ما أثراها بالأفكار الجديدة. إيهاب صالح واحد كان من المجددين في الرياضة المصرية، سواء في مجال الاستثمار الرياضي، سواء في التسويق، أو كمان حتى في الإعلام الرياضي، كان له تجارب مهمة جدا. أزعم ألف رحمة ونور عليه، أزعم أن تجربة رحمة الله عليه المهندس إيهاب صالح، أولا هو أحد أوائل الثانوية العامة، أعتقد أنه كمان في كلية الهندسة كان طالع يعني بترتيب متقدم جدا، امتياز. أبنائه متفوقين تفوق هائل جدا 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 في الدراسة، يعني سمعنا عن 100%. بس ابنه بسم الله ما شاء الله، ما جه ياخد النظام الأمريكي اللي بيسمح بتخطي حاجز 100%، خد رقم قياسي 128%. إنما زي ما أنت قلت كده، هتوقف عنده لحظة ليه؟ لأن جاي أنا من المجهول، شخص عشق كرة القدم وعشق الإدارة، عشان نفاجأ في مؤتمر في أحد الفنادق الكبرى واحد بيستدعي كل العاملين وكل النقاد وكل المهتمين بالرياضة المصرية عشان يقول وجهة نظره في تطوير الرياضة. مين ده؟ أول مرة أشوفه. وبعد كده ابتدينا يبقى لنا علاقة ببعض، إحنا والوسط الرياضي كله. هو أول واحد من أوائل اللي رسخوا الاستوديوهات التحليلية والبرامج الرياضية بمفهوم الحديث. عمل أول واحد عمل قناة رياضية متخصصة من الأوائل. الشاشة دريم، سواء الكرة مع دريم أو دريم سبورت، خرج منها عمالقة الإعلام ومنهم الكابتن أحمد شوبير. أنا كان لي الشرف إن أنا في البدايات خالص إن أنا أقدم سواء في كرة مع دريم، كرة مع دريم أو في دريم سبورت، مرتين في التجربتين بتوعه كنت موجود معاه، وكنت عارف ازاي هو حالم، ولذلك خسر فلوس كتير جدا لان دي تجارب كانت جديدة. وكنت اقول له افكارك حلوة بس رجليك مش على الارض، انت طاير بيها. فكان يتحمل المشهد الرياضي اللي بيتكلموا على الاستثمار الرياضي. اول واحد يعني اشترى نادي جولدي ووصل بيه للممتاز، ووصل بيه للممتاز، يعني راجل عنده جرأة، كان حد مبدع في افكاره رحمة الله. وبعدين بقى مدير الاتحاد، وكان عنده أفكار جريئة برضه، وعامل شركة سماها شركة إيجيبشن فوتبول عشان التسويق الرياضي والاستثمار الرياضي. أفكاره كلها كان بيحاول ينفذها، لكن أعتقد أنه هو كان بيضرب الجرس عشان غيره يوصل. ألف رحمة ونور عليه المهندس إيهاب صالح، المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة. والحياة كان قبل منه كمان نعينا رحيل الكابتن عازم جاهد، هو احد قيادات العلاقات العامه في اتحاد الكوره واحد ابناء الكره الطايره، كابتن عزم مجاهد، ومن بعده المهندس ايهاب صالح. الف رحمه ونور على الجميع. يعني هو اذا كان هو عنده هذه الجراه، لانه ابن خالد ابن عزيز احمد باجت، مهندس احمد باجت اللي برضه احد رواد الاستثمار في مصر وزي ما بقول التطوير العقاري في مصر، فهي واضح انها جينات صحيح. طيب.